فراشاتي، مرحبا بكم في قناتي. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أفادت التقارير يوم 12 أبريل أن ليزا من بلاك بينك ستشارك في ألبوم تايانغ من بيغ بانغ القادم، وقيل أيضا أن ليزا لن تشارك في الأغنية فقط بل ستظهر في الفيديو كليب أيضا. وكرد على هذه التقارير، أكد مصدر من وكالة The Black Label الخبر قائلا أن تايانغ قد تعاون بالفعل مع ليزا في إحدى أغاني ألبومه القادم المقرر إصداره هذا الشهر. وفي وقت سابق من هذه السنة عاد تايانغ من خلال إصداره لأغنية فايب والتي تعاون فيها مع جيمين عضو فرقة BTS، والآن سيعود تايانغ مرة أخرى من خلال إصداره لألبومه المنفرد هذا الشهر. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنواي قسيوكم سامي داء.